It's hinting right. Anytime I press up on your thighs, baby, I'm the man to rock you all night. Make you feel alright, giving it a love in your life. Make you sweat till the morning light. It's hinting right. آفاق جديدة تنفتح أمام تطلعات الجيل الجديد بعد طول انتظار. السامبا السعودية رقصة شبابية تبحث عن مقومات البقاء في بيئة لا تحبذ الفنون الوافدة. ورغم ذلك تمكنت من تصدر العروض والرقصات الأكثر انتشارا وتأدية بين الشباب، أسيما بين الطلاب المبتعثين الذين دأبوا على عرضها كفلكلور وطني خلال المناسبات الثقافية المختلفة. تؤدي الرقصة بشكل جماعي تصاحبها موسيقى ذات إيقاع سريع، حيث ينتظم المؤدون لها في صفوف متعددة يشرعون بعدها في التحرك بخطوات منتظمة وجماعية مصاحبة للإيقاع. الرقصة تعتبر تطورا شكليا ومضمونيا لإحدى أشهر الرقصات الفلكلورية بجنوب السعودية، حيث قام المطورون من الشباب برفع وزن الإيقاع عبر إدخال موسيقى سريعة أدت إلى تطوير بعض الحركات لتواكب الإيقاع الجديد. وهو الأمر الذي أثار جدلا بين فريقين، فريق يرى أن تطوير التراث أمر طبيعي يعكس تفاعل الشباب مع كل ما هو جديد، فيما نعى فريق آخر حالة التراث الشعبي لكونه سمح لأجناس موسيقية ورقصات دخيلة بالتغلغل داخل المجتمع وعرضها في الخارج على أنها فلكلور وطني. وأيا كانت الآراء فإن الرقصة تحولت إلى ظاهرة فرضت نفسها بقوة على الساحة الشبابية، تساندها أدوات من الإعلام الجديد جعلتها الأكثر حضورا في وسائط الإنترنت مقارنة بأي فلكلور آخر. من جدة، حسن حامدوي، العربية.